الآن يمرر. جنيدي الآن يتوغل. عبد الواحد عبد الصمد. إذا ضربة جزاء الصورة غادي تفوق على لاما. هل يسير جنيدي نفس المنوال أم لاما يتصدى؟ جنيدي يسجل. الجنيدي يسجل هدفين للصفر لصالح فريق الرجاء البيضاوي. على سيناريو. على سيناريو لم يكن يتوقع أي جديد. الرجاء متفوقة بقلب ملعب العبدي بهدفين للصفر. جنيدي اختار الجهة اليمنى.